تدخل بالقسم. لا وقفنا اليوم فيما يخص المؤسسات التعليم المتخصصة التابعة للقطاع بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة لمدى التطبيق الصارم للتدابير الوقائية والصحية خاصة في ظل هذه الأزمة الصحية. شفنا أنه فيه يعني دليل تم إرساله من قبل القطاع قبل البروتوكول الصحي بعد المصادقة عليه من قبل وزارة الصحة. إذن فيه بروتوكول صحي خاص بقطاع التضامن الوطني يحتوي كل التدابير الوقائية نظرا لخصوصية الفئة التابعة للقطاع بالتنسيق مع وزارة التربية. شفت أنه فيه يعني تجاوب كبير للأساتذة وعمال القطاع بالنسبة للبروتوكول، وأيضا فيه تجاوب للتلاميذ، يعني كاين فيه معرفة بهذا التدابير وكاين فيه يعني أصبح هناك تأقلم أكثر للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا البروتوكول الصحي.